أعلن سعادة الأستاذ حسن عبد الله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة عن إطلاق اسم الشيخ سليمان المدني رحمه الله على شارع رئيسي بمنطقة جد حفص بناء على توجيهات ملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. ويمتد شارع الشيخ سليمان المدني من قرية الديه مرورا بمنطقة جد حفص وصولا إلى منطقة طشان، ويصل بين طريق 1457 بمنطقة الديه مجمع 414 وطريق 527 بمنطقة طشان مجمع 405، ويعتبر من الشوارع الحيوية بمحافظة العاصمة لارتباطه بالطريق الرئيسي المؤدي إلى قلب العاصمة المنامة وتفرعاتها. ويأتي إطلاق اسم الشيخ سليمان المدني رحمه الله على شارع رئيسي في منطقة جد حفص من نافذة حرص القيادة الحكيمة على تخليد أسماء أبناء الوطن الذين تركوا بصمات واضحة وتعكس مكانة علماء الدين ودورهم التنويري في المجتمع ممن أثروا الحياة بإنجازاتهم على مختلف الأصعدة لتكون ذكراهم حاضرة في نفوس الأجيال مهما تقادم الزمن، وقدوة للمواطنين في تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن. أطلقت محافظة العاصمة اليوم اسم الشيخ سليمان المدني على شارع 14 بمنطقة جد حفص، ويأتي ذلك تكريما من جلالة الملك المفدى لدور العلم والعلماء، وتكريما لشخصية فذة هي شخصية الشيخ سليمان بن الشيخ محمد علي المدني، تلك الشخصية التي أثرت المكتبة الإسلامية وضحت من أجل الدين والوطن وأخلصت لملك البلاد المفدى ولشعب البحرين. تدل على معاني عميقة، وتدل على أن رجالات الوطن المخلصين مقدرين عند جلالة الملك وعند القيادة الحكيمة. أيضا له أياد بيضاء كثيرة في أمور خيرة، مثلا قبل فترة أمر ببناء جامع بتوسيع جامع جد حفص، وهذه قيمة دينية ومعنوية أيضا، ويدل على أنه يرعى الأمور الدينية الموجودة في البحرين ويدعم كل أمر يخدم الناحية الدينية في البحرين، كما يدعم العلماء فيما يتقدمون به. تم تدشين شارع الشيخ سليمان المدني رحمه الله، ذلك تقديرا للجهود التي كان يقوم بها في البلد، وتقديرا إلى العلماء والمثقفين في هذه المملكة. التدشين جاء أيضا من ضمن خطة العاصمة لتدشين شوارع بأسماء وتخليدا إلى من هم عملوا في مصلحة الوطن.